السلام عليكم ورحمه الله اعزائي المشاهدين ارحب بكم في مستهل هذه الحلقه من الاجنده في اجنده هذا الاسبوع الاكليه المفهوم وما وراء المفهوم الشرعيه المفتاح الذي يبحث عنه الانقلاب في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المملكة العربية السعودية وعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين هناك من بينها لقاء خماسي خاص بمناقشة الوضع في اليمن مع نظرائه كل من السعودي عادل الجبير والإماراتي عبد الله بن نهيان أو عبد الله بن زايد النهيان و توبياس أولوود مساعد وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط طبعا بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقب هذا اللقاء الخماسي عقد كيري ونظيره السعودي لقاء صحفيا أعلن فيه جون كيري عن أن المجتمعين قد أجمعوا على ما أسماه مقاربة متجددة للمفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن هذه المقاربه او بالاصح الخطه تعرض لها بالنقاش العديد من المحللين في مختلف وسائل الاعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعد فيها ما يستحق المزيد من التحليل والكلام لكن هناك عباره وردت في كلام كيري لفتت انتباه المتابعين وتستحق قليلا من النقاش لماذا لانها قد تخبئ الكثير من الدلالات للمستقبل هذه العبارة هي وصف كيري للحوثيين بالأقلية فما الذي يعنيه وزير الخارجية الأمريكي حين يتحدث عن الأقلية في اليمن وما الذي يستدعيه هذا الوصف الآن في هذه اللحظة وأين تقع الدولة دولة المدنية دولة الأمة من هذا الوصف هذا ما سنحاول مناقشته في المحور الأول من الحلقة أما المحور الثاني فسنخصصه للحديث عن مفهوم قريب من مجال الأقلية والطائفية يعني من المجال الدلالي للأقلية والطائفية هو مفهوم الشرعية سنطرح للنقاش أسئلة من نحو لماذا يبحث الانقلابيون عن بطاقة الشرعية؟ لماذا هذا الاستجداء؟ وما هو مفهوم الشرعية؟ ما أنواعها؟ وكيف يحصل عليها اي نظام سياسي هل يحصل عليها بقانون الغلبه والقوه وفرض الامر الواقع كما صنع الانقلابيون ام بالوراثه والنص كما هو حال بعض المتدينين ام بالجداره ام بالحظ والبركه هذا ما سنناقشه في المحور الثاني من هذه الحلقه اذا سمعت كلمه اقليه سياسيه فتحسس مسدسك لماذا لانك في الغالب على موعد مع مشكله لا حل لها سوى حضور الدوله دوله الامه الدوله المدنيه او حضور الحكمه اذا لم يكن هناك دوله تعقل فاذا كانت الدوله غائبه والحكمه شحيحه فان المسدس هو الخيار الاكثر واقعيه وفشلا بالطبع الخيار الذي تلجا اليه الاقليات والاكثريات في مثل هذا الصراع فما الاقليه وما مشكلتها وما الذي يريده جان كيري في اليمن بخطته القديمه الجديده في علم الاجتماع هناك مصطلح او مصطلح اقليه نفسه يصف مجموعه عرقيه او دينيه او مذهبيه تمتلك هوية مميزة ويتفوق عليها بشكل كبير في العدد بقية السكان هذا هو مفهوم الأقلية مجموعة من السكان لها أو مجموعة من المواطنين بالأصح لها هوية مميزة لكنها أقلية من حيث من حيث العدد تقابلها أكثرية أخرى إذا هي جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر وتكون مجتمعا تربطه ملامح مميزه عن المحيط الاجتماعي حوله، هذا هو مفهوم الاقليه. والأكليات من حيث المكانه المكانه الاجتماعيه على مستويين. أكليات مستضعفه وأكليات مهيمنه. هذا من حيث المكانه. اما من حيث التنوع او النوع يمكننا تقسيم الاقليات على مستويات عده منها اقليات مذهبيه اقليات دينيه اقليات عرقيه اقليات ثقافيه وهكذا يعني مثلا قد آه يكون داخل المجتمع الواحد كذا دين اتباع هذه الاديان قد يكونوا اقليات مثل مثلا الاقليه المسيحيه مثلا في مصر أو الأقلية اليزيدية في العراق أو الأقلية اليهودية في ايران هذه أقلية دينية الأقليات المذهبية يعني مثل أن يكون لديك مثلا المذاهب طبعا أنواع المذاهب السياسية والمذاهب غير السياسية مثل الأقلية الحوثية في اليمن هذه أقلية مذهبية لأنها تتبع مذهب معين تسميه مذهب شيعي في مقابل أكثرية السنية لليمنيين فهل كان وزير الخارجيه الامريكي يتحدث عن الحوثيين باعتبارهم اقليه مذهبيه ام باعتبارهم اقليه عرقيه كلا الوصفين قد ينطبق عليها عليهما او على الاقليه المذهبيه الاقليه الحوثيه لنقل انه تحدث عن اقليه مذهبيه ما دام انه استخدم لفظ الحوثيين ولم يستخدم الفاظ اخرى او تسميات اخرى موازيه لكن تحت أي عنوان يمكن أن نضع الأقلية الحوثية كما سماها كيري هل هي أقلية مستضعفة مثلا أم أقلية مهيمنة التاريخ اليمني طوال حوالي ألف سنة مضت والواقع الآن الراهن يقولان إن الحوثية وهي الوريث الشرعي للإمامية هي أقلية مهيمنة والاقليه المهيمنه طبعا هي عباره عن مجموعه من الناس من المواطنين مجموعه متفوقه تتحكم في السياسه والاقتصاد والثقافه وتسيطر على بلد معين او منطقه معينه على الرغم من انها لا تمثل سوى نسبه ضئيله من السكان عموما طبعا الحوثيين بهذا المعنى اقليه مهيمنه لانهم طوال الالف العام الماضيه تقريبا أصبحوا أقلية متفوقة، التعليم بالنسبة للإماميين كان لهم. التعليم كان عندهم، الثقافة كانوا يحتكرونها، أمور كثيرة كانوا يحتكرونها. طبعاً هي أقلية يعني مجموعة عرقية ذات خصائص عرقية أو دينية يعني أو جنسية أو ثقافية أو مذهبية، لكن هي كانت عرقية هي كانت أقلية عرقية ومذهبية في عين واحد. وكانت حاصلة على قدر غير متناسب مع حجمها من مراكز القوى. لا أحد يمكنه أن يجادل في أن جماعة الإماميين في اليمن أقلية مهيمنة حاولت دائماً أن تجذر نفسها بالتوليف بين بعدين، البعد المذهبي والبعد المناطقي. وهي التوليفة الذكية بالطبع هدفها جعل الأبعاد أحد الأبعاد رافعا للآخر فالمذهب مثلا كان رافعا للسلطة رافعة للسلطة والمناطقية كانت رافعة للمذهب يعني كل واحد يحمي الآخر أو يرفع الآخر هذه التوليفة الماكرة لا يجيدها إلا من كان الحكم والسلطان هدفه الأسمى هذه التوليفة هي التي يعرفها البعض أو يطلق عليها اسم الطائفية لأن يعني الطائفية هي انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية أو مذهبية لكن ليست عرقية بالضرورة أو غالبا ليست عرقية فمن الممكن أن يجتمع عدد من الناس في طائفة واحدة وإن اختلفت عرقياته وعادة ما كانت ترتبط بالمذاهب الدينية أو بالأديان تسمى الطائفة الدرزية أو الطائفه الشيعيه لانه اللي يجمعهم هو المذهب الديانه الدرزيه او المذهب الشيعي او الطائفه المسيحيه لانه اللي يجمعها هي الدين المسيحي ولم يكن الحديث عن عرقيه بعينها يعني مثلا في مصر يتحدثون عن الطائفه المسيحيه مع ان الطائفه المسيحيه وغيرها من المصريين او كثير من المصريين ينتمون الى نفس العرقيه. اذا الحديث عن الطائفه هنا الطائفه هي ملمح مذهبي فكري اكثر منه او اكثر منهم المحن عرقيا وهذا هو ايضا ما حاولت الامامه ان تتحاشاه دائما حاولت ان تتحاشى الاتصاف بالعرقيه فقد حرصت طوال الوقت الماضي ان لا تاخذ صفه عرقيه حتى لا تتعرض للاقصاء والتحجيم او الاباده لكن ما معنى ان يتحدث كيري عن اقليه يمنيه هل هو حديث بري؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما يقولون؟ بالتأكيد وراء الأكمة شيء وأشياء كيري يدرك أن لكل مصطلح سياسي محمولاته القانونية والأخلاقية والسياسية فمحمولات كلمة أقلية غير محمولات كلمة انقلاب مثلا مصطلح أكلية يستدعي إلى الذهن معاني مثل حقوق الأكليات أما مصطلح انقلاب الذي كان ينبغي أن يستخدمه فيستدعي موقف أخلاقي وسياسي وقانوني رافض للإنقلاب مصطلح أكلية يستدعي نشك كامل من المعاني أخطرها المحاصصة الطائفية وهذا فيما يبدو هو الغرض الحقيقي لحديث كيري ان الحديث عن الاقليات هو حديث من يرغب في استبدال الصراع او اخراج الصراع من سياق الصراع بين الشرعيه ولا شرعيه الى سياق الصراع الطائفي لان النوع الاول من الصراع اللي هو شرعيه ولا شرعيه هذا النوع من الصراع سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لمساندة الشرعية وإزالة الانقلاب وهي المسؤولية التي يريد أن يهرب منها كيري والولايات المتحدة الأمريكية في حين أن السياسة الأمريكية في الوطن العربي تسعى في مسعى آخر هو مسعى مقاومة مشاريع الديمقراطية والثورة وأفضل وصفة لإحباط هذه المشاريع مشاريع الديمقراطية هي فتح مزاد الطائفية فتح سياق الصراع الطائفي. ولا اظن ان هناك من لا يزال بحاجه الى تعريفه بمخاطر الطائفيه السياسيه، لانه لدينا نماذج نماذج يعني كافيه ووافيه في التعليم، لبنان نموذج العراق، نموذج سوريا وحتى نموذج مصر، لدينا نماذج في الوطن العربي كثيره تبين الى اي مدى تكون يكون الصراع الطائفي صراع مدمر للمجتمعات، حين تتحول الطائفه من مفهوم اجتماعي الى مفهوم سياسي تصبح يعني مقدمه للخراب في مجتمعها. مهما تكن الاجابه على سؤال هل لدينا مشكله طائفيه في اليمن ام لا؟ مهما تكون إجابة هذا السؤال فإن السؤال الأهم هو ما الذي تريده القوى الدولية اللاعبة في اليمن وما الذي تريده القوى المحلية أيضا هل تريد اليمن بلد طائفي أم بلد ديمقراطي واقع الأفعال الأفعال للتصريحات يقول إن الأمريكان على الأرجح وإيران والحوثيين على وجه اليقين يسعون لاستنبات طولة دولة طائفية في اليمن نقول استنبات لماذا لأن اليمن تكاد تخلو قبل مجيء الحوثية من المشكلة الطائفية حتى لا نقول تخلو من الطوائف الطائفية كانت موجودة إلى حد ما لكن بخطوط باهتة بالتأكيد كان لدينا ملامح طائفية لكنها كما قلت ملامح بخيوط باهتة ليس لها فعالية حقيقية في الساحة السياسية والساحة الاجتماعية أو لنقل إنه كانت لدينا بذور طائفية جاءت إيران وأمريكا وسكتها وغذتها ورعتها حتى أصبحت شجرة باسكة شجرة شوكية عاتية قلنا إن الطائفية السياسية تؤدي بالضرورة إلى المحاصصة السياسية أي اكتسام الطوائف لسلطات الدولة ومقدراتها وهو ما يعني عملياً إنهاء مشروع الديمقراطيه او انهاء ثمره الديمقراطيه وتعطيل حقيقتها واعاقه الدوله نفسها، الدوله في مفهومها الـ 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 الاحترافي. لكننا هنا معنيون بالاجابه على سؤال اخر يستحق النقاش هو هل المشكله الطائفيه مشكله دينيه، مذهبيه ام مشكله سياسيه؟ بتعبير اخر، هل مفهوم الطائفية مفهوم ديني، مذهبي أم مفهوم سياسي؟ السؤال بصيغة ثالثة. هل المشكلة الطائفية هي التي أعاقت وجود الدولة القوية في اليمن وفي غير اليمن من الوطن العربي؟ دولة الأمة كما يسميها البعض. أم أن غياب الدولة هو الذي أوجد المشكلة الطائفية؟ هذا سؤال مهم يستحق توقف يتجه أغلب المثقفين للقول بأن غياب الدولة القوية المؤسساتية في الوطن العربي ناتج عن قوة هيمنة النزعة الطائفية في المجتمعات العربية يعني الطائفية هي المسؤولة عن غياب الدولة هذا الخلاصة فدولة الأمة في المجتمعات العربية كما يقولون ضعيفة وهشة لأن الإنسان العربي يفضل كما يقولون ايضا الانتماء الى الروابط الاخرى روابط ما قبل الدوله مثل رابطه المذهب والدين والقبيله يفضل هذه الروابط على حساب رابطه الدوله الا ان هذا الراي يبدو ضعيفا امام التحقيق والتمحيص العلميين لماذا؟ الشواهد التاريخيه الحديثه لما نقول العصر الحديث يعني بنبدا من بالنسبه لاوروبا بنبدا من 1500 وما فوق، بالنسبه لنا نحن العرب عصرنا الحديث يبدا من نهايه القرن الثامن عشر. الواقع او في العصر الحديث يخبرنا ان العكس هو الصحيح، الانسان العربي الحديث كان دائما يفضل الانتماء للدوله على حساب الانتماءات الاخرى. لولا ان النخب السياسيه العربيه الفاسده قد افشلت مشروع الدوله نفسها. واضطرت الانسان العربي للعوده خطوتين الى الوراء ليحتمي من بطش من بطش الدوله ومن خذلانها ومن فشلها بالروابط البدائيه الاخرى. مثل رابطه الطائفه والعرق وما شابه ذلك. ويكفينا ان نلقي نظره على التجربه القوميه العربيه الحديثه بعد استقلال الدول العربيه من الاستعمار. استقلالها من الاستعمار ومن الخلافه التركيه. سنتاكد من هذا الراي تماما. عند استفاقه العرب في اوائل القرن الماضي على اصوات بنادق المستعمر الاوروبي اتجه العرب باغلب طوائفهم وعناوينهم للبحث عن الدوله. دولة الامه لا دولة المذهب او الطائفه او العرق. دولة الامه. الامه مفهوم يقابل مفهوم الشعب، احنا بنقول الامه ما الذي ما الذي يختلف؟ ما الذي يميز مصطلح امه عن مصطلح شعب؟ الشعب عرقيه واحده يعني ينتمون الى جد واحد لكن الامه قد يكونوا مجموعه اعراق لكن لهم مجموعه عناصر مشتركه اخرى تمثل هويتهم يعني مثلا دين واحد، لغه واحده، تاريخ واحد، مستقبل واحد حتى امر اخر طريف الاموات اموات الشخصيات والأموات الأمة يعني الأجيال الماضية من الأمة الذين ماتوا هذو لا يدخلوا تحت مصطلح الأمة لكن ما يدخلوش تحت مصطلح الشعب لأنه شعب يشير إلى ما إلى الأحياء مباشرة عموما دولة الأمة التي نبحث عنها سواء كانت دولة قومية أو دولة قطرية كانت مطلب لكل العرب في بدايات القرن الماضي وفعلا بدأوا في تأسيس أحزاب ذات طابع مدني يدل على رغبتهم في تجاوز العناوين المذهبية والعرقية والدينية لم يكن أحد يتذكر آنذاك عند بداية تأسيس الدولة العربية الحديثة لم يكن يتذكر الانتماء الضيق إلا تلك القلة الطاووسية التي اعتقدت أنها خلقت من ماء معين وخلق غيرها من ماء مهين ولماذا نذهب بعيدا؟ ولدينا تجربة يمنية واضحة لدينا تجربة يمنية واضحة في سعي الأمة إلى البحث عن الدولة وترك الروابط الضعيفة الأخرى، الروابط الهشة البدائية هذه التجربة يعني شهدناها نحن في سبعينيات القرن الماضي ألم يكن اليمنيون في طريقهم إلى التخلي عن كل الروابط الدونية عندما ازدهر حضور الدولة في فترة الراحل إبراهيم الحامدي ألم يصل عشق اليمنيين للدولة الى حد الوله الم يكن اليمني يتذكر الدوله اكثر مما يتذكر القبيله والمذهب والعشيره الم يكن يلجا الى الدوله لحل مشاكله الم يكن يعلق على مشجب الدوله اماله الم يكن يفكر في الدوله عندما يرغب في تحقيق طموحاته اذا ما الذي جعل اليمنيين يتراجعون الى الوراء كل هذه الخطوات لماذا يصبح الشعور بالروابط البدائيه عندهم اقوى من الشعور برابطه الدوله والمجتمع المتمدن؟ ما الذي جعل اليمنيين يبعثون الجثه الاماميه من مركدها وجثث الطائفيه والقبليه والجهويه والفئويه والفرانكفونيه الى اخره من هذه الاسماء العجيبه؟ انه فشل الدوله. او بالاصح افشال الدوله. حين تعمد المخلوع صالح والنخبه السياسيه الحاكمه معه طوال ثلاثه عقود الى تحويل الدوله من دوله الامه الى مزرعه مزرعه خاصه به وبقرابته حولها من جمهوريه ضحى في سبيلها اليمنيون بالغالي والنفيس الى مملكه وراثيه بدون اي حق قل بدون اي حق لانه هناك ملكيات تاسست يعني لاصحابها للمؤسسين حق في ان يكونوا حكام باعتبار باعتبار الانجاز اللي قدموه، لكن هذا الرجل سطى على الجمهوريه صدى على المنصب على الرئاسه واراد تحويل جمهوريه ضحى فيها الناس الى ملكيه في خلال عقود. عندما شعر الناس ان دوله المخلوع لم تعد دولتهم وان مستقبلهم على كف عفريت عندها رجعوا يبحثون عن الحصون القديمه التي تحميهم، حتى لو كانت هذه الحصون مهدمه. حتى لو كانت حصونا مهدمه. حصن الطائفيه والمذهب والقبيله. ما الذي يترتب على هذه الحقيقه اذا؟ يترتب عليها ضروره ان يفهم الناس بان عوده الدوله دوله الامه الواحده هي الحل لجميع مشاكل المجتمع، اي مجتمع. وبالذات المجتمعات العربية التي تعاني من وجود الأقليات وصراع الأقليات والنزعات الطائفية. الحل ليس تبني خطاب تحذيري من الطائفية بالمناسبة. ليش؟ لأن مشكلة الطائفية ليست في وجود الطوائف، الطوائف موجودة في أكثر بلاد الله حتى تلك البلاد الديمقراطية. المشكلة في غياب الدولة الجامعة الجامعة للناس على أساس الروابط المدنية الروابط اللي فوق الكبيلة وفوق الطائفة الروابط المدنية هي الروابط التي تتجاوز الروابط العرقية والدينية والفئوية فإذا أردنا حماية أنفسنا من مخاطر الطائفية فعلينا المسارعة في إنجاز مشروع الدولة المدنية وإلا فإن الندم هو الثمرة الوحيدة للتقصير ولا معنى للندم بعد فوات الأوان أخيراً من المهم أن نعرف لمصلحة من يتم إذكاء الصراع الطائفي في المنطقة العربية وما هي أدواته ما هي آلياته لنستمع إلى هذا الباحث الأمريكي لأن لديه رأي في هذا الموضوع الاعلام الامريكي يسيطر على الراي العام العالمي هناك محافظون جدد في نيويورك ولديهم اجندتهم الخاصه وهم يخوضون حروبا في الشرق الاوسط لصالح اسرائيل وقد بدا ذلك منذ غزو العراق وكما نرى امتد الامر الان الى سوريا ومن المحتمل ان يمتد الى ايران مستقبلا ومن المعروف ان هذا كله يتم لصالح اسرائيل تم وضع هذه الاستراتيجيه منذ ثمانينات القرن الماضي خدمه لاسرائيل والمحافظون الجدد هم من دفع بالولايات المتحده للحرب مع العراق هذه الحرب التي ادت الى حصول نعرات طائفيه في دول المنطقه في العراق وسوريا ولبنان وغيرها كما أننا نرى تطور الأحداث في اليمن الآن والتي هي أيضا جزء من تلك الخطة إن ما يحدث هناك هو أيضا صراع بين السنة والشيعة وكل هذه الخطط هي من صنع المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة طبعا نحن حين نستشهد بكلام بعض الباحثين والمفكرين المفكرين الأمريكان والأجانب على سوء السياسه الامريكيه في المنطقه، نحن هنا لا ندين امريكا ولا يعنينا ادانه امريكا، ليس المهم هو ادانه امريكا لان امريكا مدانه بامور كثيره جدا حتى لدى الامريكان انفسهم، عقلاء امريكا جميعا تقريبا يدينونها. يدينون سياساتها في الشرق الاوسط تحديدا وفي الشرق عموما. لكن نحن بهذه الاستدلالات نحاول ان نفتح وعي الناس او نكشف حقيقه المشاريع المحليه المنخرطه ضمن المشروع الأمريكي حتى يعرف الناس إلى أي مدى هذه الجماعات الوظيفية اللي تسمى أكليات إلى أي مدى أحيانا تنخرط بسبب بحثها عن مصالحها الشخصية تنخرط في تحقيق مصالح الدول الاستعمارية والدول المهيمنة في حين أنها تزعم أنها تناهض هذه الهيمنة الأمريكية مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد أنهينا النقاش في ملفنا الأول سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصله النقاش في مفهوم الشرعيه. ما هي الشرعيه؟ ما مصادرها؟ لماذا يسعى اليها الانقلابيون حثيثا؟ نعود. مرحبا بكم مجددا. منذ عاصفه الحزم منذ بدايتها دخل الانقلابيون نفقا مسدودا ومظلما. لكنهم يبحثون باصرار داخل هذا النفق عن بصيص امل يخرجهم من ورطتهم. وهم لا يدعون وسيله او خبره يمتلكونها الا ووظفوها في سبيل الخروج من هذا النفق لانقاذ انفسهم طبعا لا لانقاذ الامه اليمنيه التي ورطوها في هذا الخراب وفي هذه الحرب. حاولوا الخلاص عن طريق اطاله امد الحرب مره. ومره عن طريق اطاله المفاوضات حتى يستسلم الناس للياس وللامر الواقع ويطبعوا معه ويكفر الناس بالشرعيه والتحالف حاولوا ايضا ان يلعبوا على وتر الوطنيه والسياده الوطنيه والعدو القوم السعودي وحاولوا اللعب على خط المنظمات الحقوقيه الدوليه حاولوا توريط التحالف في ضربات خاطئه يذهب ضحيتها الابرياء وتدمر فيها منشات وطنيه ومدنيه. واخيرا وخلال الشهر الماضي لجاوا الى ورقه اخيره ورقه جديده من اوراقهم التكتيكيه فاعلنوا عن تشكيل مجلس سياسي يضم جناحي الانقلاب اللي هم انصار المخلوع والحوثيين. تلا هذا التشكيل دعوة لمجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة لأجل منح المجلس السياسي شرعية لا شرعية له فيها وأخيرا أخيرا بدأوا في الخروج في جولات إقليمية للبحث عن اعتراف دولي بدأوها من بغداد حيث يجلس حليفهم المذهبي لكن السؤال: لماذا يحرص الانقلابيون كل هذا الحرص للحصول على بطاقه الشرعيه؟ الجواب: لانها الكلمه السحريه التي تفتح امامهم كل الابواب. انها تشبه كلمه افتح يا سمسم في قصه الزعيم علي بابا والاربعين حرامي. الشرعيه هي البطاقه التي ستمكنهم من كسر الحصار المطبق عليهم. وهي البطاقه التي ستمكنهم من استيراد السلاح بصوره رسميه وهي البطاقه التي ستحميهم قانونيا من اي ضربه اجنبيه وهي الكلمه التي ستمكنهم من التصرف باموال الدوله وطباعه ما شاءوا من الاوراق النقديه بعد ان تلف تلفت تلك الاوراق التي في بنوك صنعاء الى غير ذلك من الفوائد والمغانم التي يمكن تحصيلها بمفتاح او ببطاقه الشرعيه اذن الشرعيه هي اهم واخطر كلمه في سياق الصراع الجاري بين ثوره فبراير والثوره المضاده لها لكن يا ترى ما مفهوم الشرعيه هذه الكلمه التي نتحدث عنها ونرددها طوال شهور مضت ما مفهومها جمهور المشاهدين قد لا يعرف هذا المفهوم او قد لا يفهمه بصوره كافيه لن نخوض في تعريفات مفهوم الشرعية كما قدمه منظرو الفكر السياسي بل سنكتفي بإعطاء المعنى العام لهذه اللفظة وهو المعنى الذي نقصده هنا عندما نتحدث أو نشير إلى حكومة الرئيس هادي وحكومة بالدغر الشرعية بهذا المعنى هي صفة صفة يطلقها المحكومون على سلطتهم السياسية هذه الصفة تخول السلطة السياسية تمثيل المحكومين أمام المجتمع الدولي وتعطي الحكومة أو السياسيين حق الطاعة والالتزام من قبل المحكومين أنفسهم لكن هذا المفهوم ليس بسيطا يعني ليس واضحا كما نعتقد كما نظن فله تقسيمات واشتراطات ومواصفات يحتاج بعضها الى بيان كلمه الشرعيه وصف يطلق على اكثر من حاله اشهرها الشرعيه الجغرافيه واحد ما يمكن ان نسميه بالشرعيه الجغرافيه او شرعيه الدوله وتعني يعني ان اولئك الذين يعيشون ضمن نطاق الدوله اللي مسميهم مواطنين يقبلون بحدود الدوله الاقليميه ولا يعارضونها الا عبر المؤسسات الدستوريه يعني ناس موافقين على ان هذه حدود دولتنا ما فيش كلام عن آآ آآ انه هذه الحدود خاطئه او انه جماعه من المواطنين لها راي اخر يقول انه لدينا حدود اخرى لدينا دوله مستقله كما هو حال من يطالب بالانفصال مثلا إذا لم يكن هناك مطالبة بالانفصال فإننا أمام ما يسمى بشرعية الشرعية الجغرافية أو شرعية دولة. النوع الثاني اللي هو الشرعية الدستورية وتشير إلى القبول العام من قبل المحكومين للدستور أي قبول البنية الرسمية للقواعد التي تحدد تنظيم السلطة وتوزيع القوة السياسية. ثلاثة تشير إلى المدى الذي يعتبر المواطنون أن نظام الحكم القائم له الحق في تولي السلطة يعني تصبح السلطة الشرعية بحسب رضا الناس إلى أي مدى يرى الناس أن هذه السلطة الشرعية أو غير شرعية هنا نسميها سلطة أو الشرعية السياسية فعن أي شرعية نتحدث نحن عندما نشير إلى حكومة يا ترى هل نتحدث عن شرعية الدولة بالتاكيد لا. لماذا؟ لانه لا خلاف على شرعيه الدوله بين ثوار فبراير. وان كان نظام المخلوع صالح وسلطه الحوثيين قد دفعت بعض اليمنيين للتشكيك في شرعيه الجغرافيا نفسها. فذهبت هذه الاقليه تطالب بانفصال. هل نتحدث عن السلطه الدستوريه مثلا؟ ايضا لا. لان اليمن اليوم في منزله بين منزلتين من الدستور. اليمن اليوم في مرحله انتقاليه بين دستورين دستور صنعته ظروف الوحده اليمنيه وما تلاها من هيمنه نظام المخلوع صالح ودستور قادم اتحادي كنا في طور وفي مرحله صياغته للاستفتاء عليه قبل ان ينقلب الانقلابيون على كل شيء في 21 سبتمبر 2014 لا شك اننا نتحدث عن الشرعيه السياسيه اللي هو المفهوم الثالث اي عن شرعيه تولي الرئيس هادي وحكومه بن دغر لرئاسه الجمهوريه اليمنيه ورئاسه الوزراء وهي الشرعيه التي حصلها هادي بالاستفتاء العام من قبل الامه اليمنيه وبالتوافق بين القوى السياسيه اليمنيه وسيتبين لنا بعد قليل كيف ان الرئيس هادي قد حصل على شرعيه ربما هي اقوى من شرعيه اي رئيس يمني سابق على الرغم من كل ما يمكن ان يقال في حق هذا الرئيس وفي حق سياسته من نقد وملاحظات ومآخف. وهذه النقطة ستدفعنا للحديث عن مسألة أخرى هي مصادر الشرعية أي عن المرجعيات التي تجعل هذه السلطة شرعية أو غير شرعية، ما هي المرجعية؟ ما هي هذه المصادر يا ترى؟ نتابع. باستقراء الواقع وباستقراء التاريخ يتبين لنا ان الحكام والانظمه كانوا يستمدون شرعيتهم من اربع مصادر على الاقل. واحد الشرعيه الدينيه يعني مصدر الشرعيه الدينيه اي ما يعتبره الدين نظاما شرعيا لا يجوز عصيانه والخروج عليه. هذه شرعيه كان بعضهم ياخذها ومن اشكاله يعني تلك الانظمه الاوروبيه في القرون الوسطى حيث كان الملك يستمد شرعيه من اعتراف الكنيسه به. يعني الملك الشرعي هو الملك الذي تعترف به الكنيسه. اذا لم تعترف به الكنيسه فهو حاكم غير شرعي. امبراطور غير شرعي. الى ان ظل الامر على ما هو عليه في اوروبا الى ان جاءت الثوره الفرنسيه. الثوره العلمانيه. اثنين المصدر الثاني مصدر الشرعية الديمقراطية البرلمانية حيث يحصل الحاكم أو النظام السياسي على شرعية من تفويض الناس له عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة وهذا نماذجها اليوم معروفة في العالم الحديث لا تحتاج إلى ذكر عندنا أيضا نموذج ثالث مميز قليلا اسمه الشرعية الدستورية حيث يحصل النظام السياسي على شرعية من رضاء الشعب عن الدستور حتى لو لم يأتي عن طريق الانتخابات حتى لو كان هذا الدستور غير ديمقراطي أو غير ديمقراطي بدرجة كافية كما هو الحال مثلاً في الدستور الإيراني لأن الدستور الإيراني يمنح المرشد امتيازات تجعل فوق الدستور والقانون والشعب عندنا نوع آخر رابع هو شرعية الإنجاز بعضهم كان يأخذ شرعية في الحكم من الإنجاز الذي قدمه يعني يستمد الحاكم او النظام السياسي شرعية من سابقه كبيره قدمها للامه اسره مثلا اسست دوله من الصفر يصبح لها الشرعيه امام مواطنيها بحق هذه بحق هذا الانجاز كما هو الحال مثلا مع المملكه الاردنيه الهاشميه او المملكه العربيه السعوديه وما شابه ذلك المملكه الاردنيه مثلا لم تكن موجوده قبل تاسيسها في العصر الحديث الاسره الهاشميه التي اسست المملكه الاردنيه أصبح لها شرعية الحكم بحق هذا الإنجاز. الزعيم الذي قاد ثورة مثلا يصبح له شرعية قيادة البلد. الحزب أو الجبهة التي قادت ثورة يصبح لها حقية في حكم البلد، شرعية يعني، مش حقية يعني جمال عبد الناصر قائد ثورة كان يستمد شرعية وجوده وشرعية حكمه من كونه قائد ثورة، زعيم ثورة. جبهة التحرير الجزائرية مثلا التي ظلت تحكم من بداية الجمهورية منذ استقلال الجزائر إلى بوتفليقة هؤلاء كلهم حكامها كانوا ينتمون إلى جبهة التحرير الجزائرية باسم هذه المنجز باسم هذه الجبهة التي حررت في الجزائر كانوا يحكمون والآن من أين يحصل مثلاً أو من أين حصل عبد الرب منصور هذه على الشرعية التي يتهكم عليها البعض هل حصلها باسم الدين والوراثه ام حصلها بحق الانجاز الذي قدمه لليمن ام بماذا عبد رب منصور هادي حصل شرعيته من اكثر من مصدر حصلها اولا بحكم الدستور السابق الذي يقول ان نائب رئيس الجمهوريه يشغل منصب رئيس الجمهوريه في ظروف معينه مثل الظروف التي اسقطت المخلوع صالح في ثورة فبراير 2011 كذلك حصلها بحكم التوافق الذي جرى في اعظم مؤتمر حوار وطني في تاريخ اليمن عبد رب منصور هادي لم يحصل شرعيته عن طريق الشرعيات الزائفه التي حصلوها الحكام العرب من قبل مثل شرعيه القوه وفرض الامر الواقع كما يصنع الانقلابيون في صنعاء ولا حصل عبر شرعيه المال كما يصنع كثير من الأنظمة عن طريق شراء الذمم وشراء مراكز النفوذ داخل الدولة ولا عبر شرعية التضليل والكذب كما يصنع معظم الحكام العرب عندما يقولون أنهم ديمقراطيون وينجحون عبر صناديق الانتخابات ولا حصلها عبر دعوة الوراثة والحق الإلهي كما يفعل الحوثيون وكما يقولون هذا بالطبع ليس مديحا ولا دفاعا عن عبد رب منصور هادي لأنه لدينا من المآخذ والملاحظات على سياسه الرجل وادائه الشيء الكثير نحن هنا في موقف الدفاع عن مفهوم الشرعيه نفسه لان تزييف هذا المفهوم له عواقب كارثيه الذي نريد ان نخلص اليه هو ان الشرعيه تزيد وتنقص مثل الايمان عند بعض الفرق الاسلاميه يقولون ان الايمان يزيد وينقص الشرعيه ايضا تزيد وتنقص وذلك بقدر اقترابها او ابتعادها من نقطه الديمقراطيه النظم الديمقراطيه هي النظم الشرعيه حقا وصدقا وما عداها يستمد شرعيه من توافق الناس عليه فاذا لم يحدث هذا التوافق فان الحل الملزم لكل الاطراف هو الديمقراطيه وستظل مشكله الشرعيه كائمه في البلدان العربيه ما لم يتم اعتماد الديمقراطية مبدأ وحلا نهائيا لمشكلاتها. وبقاء مشكلة الشرعية استمرار هذه المشكلة في المؤسسة السياسية العربية يعني بقاء مورثات الصراع وأسبابه تفعل فعلها بين أولى وأخرى. كل شوية تطل الفتنة برأسها ويذهب الاستقرار وتذهب التنمية وتذهب ريحكم ايها المواطنون الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من الاجنده الى حلقه جديده نرجو ان نلقاكم فيها في امان الله وحفظه